بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر أيام رمضان من واجبنا في برنامجنا هذا أن نتطرق إلى صدقة الفطر، واجب فرضه الله عز وجل على كل مسلم في شهر رمضان. الزمان يبدأ أداء صدقة الفطر من يوم الأول من رمضان إلى صلاة العيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، غنيا أو فقير، حر أو عبد. حتى إن بعض الرواة أشاروا إلى حق صدقة الفطر حتى على الجنين في بطن أمه. في الواقع صدقة الفطر لون من التكافل الاجتماعي، ربما لا تبدو شيئا مهما أمام الزكاة، الزكاة التي هي حق الله عز وجل في المال، وتؤخذ من كل المكاسب التي يجنيها الإنسان في حياته الاقتصادية. لكن صدقة الفطر شيء مختلف، هي خاصة برمضان، خاصة بهذه الأيام. يريد الله عز وجل للأمة الإسلامية أن تعيش بعض أيام الفرح. الزمان عصيب والمحن كثيرة متلاحقة، ولكن من حق الإنسان أن يفرح. عجوز لا يضحك ميت، وشاب لا يبكي متوحش. يجب أن يعيش الناس أيضا الفرح. الإسلام مع أنه رسالة تتحدث عن الدار الآخرة، ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، ولكنه في الوقت نفسه لم يمنع النفوس من الفرح إذا جاء ما يوجب الفرح، بل دعا إلى اصطناعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضي سر واستنار وجهه كأنه قطعة قمر. المطلوب من المسلم أن يكون حياته بشارة، ولأجل ذلك شرع الله صدقة الفطر. إنها صدقة للابتسام، للفرح، للسعادة. قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، يعني خلي يوم العيد يكون يوم فرح، يوم ابتسام، يوم ضحك، الناس كلها تكون مرتاحة. في صدقة الفطر جوانب مهمة لا نجدها في أشكال الزكاة الأخرى. أولا، صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، كبير صغير، غني فقير. من المعلوم أن الزكاة لا تجب على الفقراء، لكن صدقة الفطر تجب على الفقراء. قالوا إذا ملك قوت يومه، إذا عنده بس قوت يومه، عنده صدوشة، فهذا يجب عليه الزكاة، صدقة الفطر، يعطيها لمن هو أفقر منه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر الفقير بأنه أيضا إنسان معطي، وأن يده لازم تكون ولو في العام كله يد عليا، مش دائما يد سفلى. خليه يوم من الأيام يشعر أنه هو عليه حق، مع أنه فقير ومع أنه لا يجد ربما ما ينفق على عياله، ولكن من أول رمضان هو يعني يجمع صدقة الفطر ليعطيها لمن هو أفقر منه. ممكن نقرأ صدقة الفطر بالحكم واجب على كل مسلم. المقدار النبي عليه الصلاة والسلام جعله صاع من زبيب أو قمح أو شعير. طبعا هذه التراتبية يعني تعني أن الأغنياء ممكن يطالعوا أكثر من الفقراء. الزبيب عادة أغلى من القمح، والقمح عادة أغلى من الشعير. إذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة على قدرات الناس وطاقات الناس. أيضا الزمان كما قلنا من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. فمن أدى صدقة الفطر قبل صلاة العيد فهي صدقة الفطر التي أرادها الله، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ما عاد يأخذ الأجر الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يخرج صدقة الفطر. المكلفون، المكلف كل مسلم كما قلنا، حتى الصغير، حتى الكبير، المرأة، الرجل، حتى الحر، حتى من كان عبدا، والحمد لله الآن لا يوجد عبيد، لأن الإسلام كان شريكا في تحقيق تحرير الإنسان من العبودية عبر برنامج طويل، والآن لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي عبد، لأن الإسلام دعوة حرية وانتهى عصر العبودية، ولا يجوز لأحد أن يسترق أحدا. لكن نحن عم نحكي عن حكم شرعي في عصر كان فيه عبيد، حتى العبد
مكلف بإخراج صدقة الفطر، لأنها حالة من التكافل الاجتماعي. قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. خليهم تمر عليهم أيام آخر رمضان هي أيام رضا، أيام سرور، أيام سعادة. إنها دعوة لمن يتابع هذا البرنامج. أريد أن أتساءل، أسأل نفسي وأسألكم أيضا، هل أدينا صدقة الفطر؟ كم تعول من الناس؟ قد تعول 5، تعول 6، تعول 7. كل هؤلاء صدقة الفطر لازمة عليك. عندك حتى لو كان عندك مثلا شغالة، هذه ممن تعول، وعليك أن تخرج عنها صدقة الفطر لأنك تعولها. صدقة الفطر هي لون من التكافل، لون من التراحم بين أبناء المجتمع، لون من رغبة الشريعة في أن يعيش الناس يوما من أيام اليسر والتوسعة على العيال. الدهر يسر وعسر، ولكن أيام العيد لازم تكون أيام توسعة على العيال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجود بالعطاء، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان يقول: أعطي بلال ولا تخش من ذي العرش الإقلال. وكان يثق بوعد الله عز وجل فيما أعطى. أليس قد قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كان زين العابدين عليه رضوان الله، وهو علم من أعلام أهل بيت النبوة، كان يتصدق في كل عام بصدقات كثيرة. قال له كاتبه، قال له: يا إمام، في هذا العام في قحط، لا نستطيع أن نعطي ما كنا نعطي، فلو أمسكنا قليلا. تأمل زين العابدين وأطرق، ثم قال له: لا، إن الله عودني وعودته، عودته الصدقة وعودني العوض، وإني أخشى إن غيرت ما عودته أن يغير ما عودني. الصدقة التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذلونها كانت مبرأة من الرياء والأذى. لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الآخر. الأذى بالرياء والأذى، المن والأذى. المن هو تعداد النعمة على المتصدق عليه، أن تقول له: أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، هذا يحبط العمل. الأذى أن تعطيه ما لا ينفعه، لاحظنا، أن تعطيه ما لا ينفعه. صحيح أن الله سبحانه وتعالى كتب الأجر في كل صدقة، لكن بشرط أن يكون مما ينفع الناس. فلو تصدق بطعام فاسد منتهي صلاحيته، هذا لا يؤجر، لأنه يتصدق بالأذى. والرياء أيضا يحبط العمل. هناك السؤال: ما حكم صدقة العلانية؟ قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لاحظوا في الصدقة أن المطلوب هو صدقة السر. صدقة السر تفضل صدقة العلانية 70 ضعفا، ولكن مع ذلك إذا كانت صدقة العلانية تعود بالفائدة على المجتمع فلا بأس بها. كيف فرق العلماء؟ قالوا: صدقة العلانية تكون في مقاصد الناس العامة، وصدقة السر تكون في أعيان الفقراء الخاصة. يعني لو بدي أعطي فقير وبوقف في المسجد: أيها الناس، أريد أن أعطي هذا الفقير، تعال خذ هذه الصدقة، هذه صدقة مأزورة غير مبرورة. لكن لو أراد أن يقول: أريد أن أبني مسجد، أريد أن أبني مشفى، أريد أن أبني مدرسة، أريد أن أشق طريق للناس، أن أحفر بئر للناس، ولو كان علنا فإنه يؤجر بذلك. ولا بأس الآن تبني مسجد يكتب اسمك عليه، على المئذنة، على سبيل الماء، لا بأس، لأنه لا يكسر خاطر أعيان الفقراء. لاحظنا كيف؟ لأن الشارع حريص على كرامة الفقير كما هو حريص على جيب الفقير. كرامة الفقير جزء من عطائه، فمن أعطى الفقير وهدر كرامته فقد أساء إليه. كان زين العابدين إذا جاءه الفقير ليأخذ الصدقة كان يقبل يده ويقول: أهلا
بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وكان يقول: من أمكنني أن أجعل معروفي عنده كانت يده علي أمن من يدي عليه، كانت يده علي أمن من يدي عليه. واسمحوا لي هنا أن أتوقف عند آية من آيات القرآن نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم بعض ما أفاء الله عليه من المال، عم يقسم على الصحابة، فجاءه رجل مشرك غير مسلم، قال له: أعطني يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام، ما بده يأسلم، فلم يعطه صلى الله عليه وسلم، فعتب الله عليه ونزل قرآن عليه. شوفوا هذه الآية، قل له في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. شوف هذا الموقف في تبرئة الصدقة من أن تكون معبر لأي رسالة، لأي دعوة، لأي غاية. الصدقة يجب أن تكون فقط لوجه الخير، لوجه الله تعالى، بغض النظر عن كون الإنسان يعني ملتزم أو غير ملتزم، أو قابل أو غير قابل. يجب أن يدرك تماما أنه محل للصدقة، وأن نعطي الصدقة لمن يستحق بغض النظر عن حاله. يروى أن نبي الله إبراهيم عليه سلام الله جاءه مجوسي يطلب طعاما، فقال له: تعبد غيره وتأكل خيره؟ والله لن أعطيك. تعبد الله بعطيك من خبزه، ما تعبد الله ما بعطيك. فترك المجوسي وذهب ولم يأخذ الصدقة، فعتب الله على إبراهيم، قال: يا إبراهيم، أنا أعطيه منذ 40 عاما وهو يشتمني، تبخل عليه برغيف؟ أنا أعطيه منذ 40 عاما وهو يشتمني، يعبد غيري، تبخل عليه برغيف؟ أيها الأحبة، أردت أن نطوف حول صدقة الفطر في هذه الأيام المباركة، وأسأل الله أن يتقبل منا صدقة الفطر، فمن صام رمضان وأدى صدقة الفطر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. السلام عليكم ورحمة الله.